انضم إلينا من الداخلة في جنوب المغرب مراسلتنا ابتسام حجاج. ابتسام، ما هي الفعاليات التي تم افتتاحها والتوقيع عليها اليوم؟ يوسف، هذا يوم حافل جدا بمدينة الداخلة جنوب عاصمة الصحراء العيون، تمثيل دبلوماسي جديد بالمدينة. فقد تم افتتاح مثل ما قلت يوسف مكتب دبلوماسي لدول الكاريبي الشرقية والتي تضم 6 دول. هذا الافتتاح تم بإشراف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكذلك رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكيريت. هذا الافتتاح هو بالنسبة للمغرب مثل ما قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، هو اعتراف بمغربية الصحراء وكذلك فرصة لتعزيز التعاون مع دول الكاريبي عبر مجموعة من الشراكات والاتفاقيات. وبالفعل قد وقع الطرفان على آليتين قانونيتين، ويتعلق الأمر بخريطة طريق للتعاون ما بين سنتي 2022 و2024، وكذلك بيان مشترك بين البلدين لتوسيع الشراكات في مجالات عدة. هناك كذلك تصريح مهم جدا قد أدلى به رئيس وزراء دومينيكا، ويتعلق الأمر بمغربية الصحراء، حيث أنه أكد دعمه لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو ما يعتبره المغرب انتصارا دبلوماسيا، وذلك مما يمكنه من فرض سيادته على أقاليمه وكذلك على دعم مبادرة الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية وعلى الصحراء المغربية. نعم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت هناك فعاليات أخرى قد تخللت هذا اليوم الحافل، من بين ذلك افتتاح مركز دولي للأبحاث حول وقاية الأطفال المجندين، حول تجنيد الأطفال. وهذا المركز الجديد يهدف إلى حماية الأطفال، كذلك إلى إيجاد حلول جذرية لحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت كثيرا. شكرا جزيلا لمراسلتنا. وإن عدد التمثيليات الدبلوماسية. نعم، أشكرك ابتسام، انتهى وقتنا من الداخلة جنوب المغرب مراسلتنا ابتسام حجاج.